السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. احنا جبنا لكم بياج 2018، اليوم جبنا لكم ماستر ليك مدير فني، وان شاء الله يعجبكم، ان شاء الله يعجبكم هذه السلسلة اللي غنديروها تاع المدير الفني بياج 2018. ليتس جو، ان شاء الله نلعبو في نادي ريال مدريد، نقدم ضمان في نادي ريال مدريد في مصر مدير فني. يلا ليتس جو. هنا نستنى الوقت، احنا ضد برشا روما، حركة لقب سبير كوبا على وشك البدء. سبير كوبا دي ما تبدا ليه، نكون صغار قبل سبير نديرو تقديم الوقت. يلا عندنا ماتش مباراة ضد برشلونة، مدرجة ممكن الكاميرا يرجع هذا الخروج من الشقة ماشي شيء الذي نحضر. يلا أتاكم بكل خير مشاهدينا في انتظار صفارة الحكم وضربة البداية، لكن قبل هذا تتم بعض المراسم والأمور الاعتيادية. لحظات في انتظار البداية الكروية وبداية هذا الرهان الكبير. سيداتي وسادتي أحبائي في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير، هذا فهد العتيبي يحييكم. الله نبدأ بره، الله نبدأ بعد. والآن ميسي يحاول فك شفرة انفراد أمام حارس ليونيل ميسي. مركها مركها كرة في الشباك بيتلول. كانت اللمسة الأخيرة على تدرس. 7 دقائق برك ركونا، معليش تكشو. يحاول تمريرها بنزيمة. من كريم بنزيما. الكرة على الجناح. لا غصبر. فات عليك. تألق عادي من الدفاع في مباراة اليوم. الخطر لمسه بينيه رونالدو. الله الله تيرد واحده تاع السوح. هاي التعادل، تعادل في 34 الله. شوف 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 هذه تخلي كيما هذه تقول لي ما ماركيهاش. واش بيك انت ودي من زيما؟ انا مش عارف يحيرني كيفاش. معليش هذه طريقها. هلا هلا ندور عليه في الماتش باش يبحث عن المهاجم. نهاية 45 دقيقة أولى. شان تعاقبهم كرة القدم بعد ذلك. يا راكي يا راكي يا رب سواريز أحرق مرماهم. رأسية جميلة ملعوبة بخبرة. يلا عند المساحة الخالية على الطرف كريستيانو رونالدو. والله قلت له لا. الكرة على الأطراف يلعبها جارث بيل. لا جارث بيل. الكرة في المرمى يا سلام. هاي هاي تعادل مزية. رأسية في منتهى الروعة. أصبحت النتيجة تعادل مرة أخرى. كريستيانو رونالدو. تنتهي المباراة. لا لا ما دخلتش. تعادل ربما مخيب للأمال في ملعبهم في مباراة اليوم، ربما الآن مطالبين بلعب مباراة مختلفة تماما في مباراة العودة. ومباراة ثانية الرجوع. يب يلا يلا يلا. وين هو؟ مودريتش. تقديم الوقت ذهبنا المباراة. يلا لا تعرفون ما نواجه اليوم، ولكن لسنا في المدرسة سائغة. أيضا لا تنسوا أننا الآن فرصتهم للمرتدة. يمروا يلعب كرة بينية بينية إلى واحد ضد واحد. فرصة كريم بنزيما. يحاول أن يلعب كريم بنزيما. الله 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 الله
وبذلك توضع في افضل مكان. حارس مين يا عم ممكن يصد هذه الكرة؟ هذه طريقها الى المرمى مفتوح. لكن الدفاع اليوم في افضل احواله. الله في الشباك. الله اسنسيو الله. هلا هلا ضمننا 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 ما زال ما ضمننا قعدنا بيش ونضمن تميزه في الكرة. يلا يلعب عرضية لويس سواريز. يلعب كرة جول. عرفتها عرفتها على ذاك ليندور قاو يوم يلعبوا فيه من جاي بيز بعد كرة. سواريز اولع لا لا حكم مباراة هذه كرة غير شرع. ضغط قوي وينجح في استعادتها. كرة طولية إلى الجناح. يحاول تمريرها ماركو أسنسيو. إنزيما الله. إنزيما الله. وينجح في تسجيل الهدف. ليه بنزيما؟ قد يحسم هذا الهدف الأمور هنا. خلاص قضينا 90. إنه الوقت المثالي بالفعل لتسجيل هدف. تمكن من التسجيل. قضيناها. قضيناها وربحنا. نتيجة. وربحنا وربحنا الكوبا. الله فعلوها. انهم الابطال عن جدارة واستحقاق. يا له من انجاز هائل وبالتاكيد ستستمر احتفالاتهم طوال هذا الليل. الابطال يحققون الكاس اليوم. هذه بطولتهم بعد ان قدموا كرتهم ومتعتهم. كاس والله العب هيا لنحتفل معهم. ابني قاعد العب احتياط الا العب سندويلا. الاحتياطيين زين. خوتي راح نحبسوا هنا ان شاء الله. المهم اذا عجبتكم السلسله ما تنسوش تكتبوا لي في التعليق، تكتبوا لي تحت التعليق باللي عجبتكم ولا. المهم ما تنسوا ديروا لنا لايك وتشتركوا في القناه الى اول مره تشوف فيديوهات، وروحوا الفيديوهات شاهدوا درناهم. والسلام.